ها في المستثمره قداه المساحه نتاع البنيه نتاع البني ماشي النشاطات كان هناك إحصاء حوالي 19630 مستثمرة على مستوى ولاية الجلفة، حيث قسمت على تقريبا ما يفوق 256 منطقة. الآن وزعنا أعواننا على حوالي 87 عون اللي يقوم بعملية الإحصاء، حوالي 36 مراقب اللي يقوم بهذه العملية، حوالي 2 مشرفين اللي يقوموا بعملية الإشراف ليجمعوا كل المعلومات، لأن العملية هذه يومية نجردوا المعلومات، نحصل المعلومات مساء نقوم بإدخالها على مستوى المنصة الرقمية التي أعطيت لنا من طرف وزارة الوصية من أجل تحديد كل المعطيات اللازمة أو القاعدة البيانية. رانا هذا متأملين بهذا الإحصاء هذا باش نحلوا به المشاكل تاع الفلاحين تاعنا على مستوى بلدية عين البل وكامل تراب دائرة عين الإبل. والدور تاعنا يتمثل ثاني في توعية الفلاح بأهمية هذا الإحصاء اللي راح لأساسه راح تبنى الاقتصاد تاع الدولة تاعنا. ثاني كوش ما نشوفه ثاني أخطاء ولا جانب تاعنا ثاني نشوفه ونوعوا الفلاح ثاني ونفهمه سواء الانتاج النباتي ولا الانتاج الحيواني.